طبعا يعني احنا لما بنتكلم عن كلمة الثالوث أو التثليث دائما التحدي أنه أين موجودة هذه الكلمة في الكتاب المقدس، فإذا فيك توضح لنا أكثر عن هذا الموضوع. أمين. طبعا هذا السؤال موجود وللآن مش فقط بيسألون إياه الأحباء اللي خارج المسيحية، لكن أيضا بعض البدع اللي ظهرت في المسيحية بيسألوا هذا السؤال، وين كلمة الثالوث في الكتاب المقدس؟ وأكيد كلمة الثالوث مش موجودة في الكتاب المقدس، لكن في كثير كلمات إحنا كمسيحيين نستخدمها ونؤمن فيها ونؤمن بمعناها حتى لو هي مش موجودة في الكتاب المقدس، زي كلمة الاستقطاء، زي كلمة الملك الألفي، زي كلمة الكفارة البدلية. الكفارة موجودة لكن الكفارة البدلية غير، هاي الكلمات غير موجودة. أيضا استاذ نزار، كلمة الكتاب المقدس ليست في الكتاب المقدس، حتى بالإنجليزي كلمة البايبل مش موجودة في البايبل، كلمة وإحنا بنستخدمها ويعني متفقين عليها، لكن هذا لا يعني أنه لا نستخدم الكلمة لأنها مش موجودة. المهم ليس أنه الكلمة موجودة ولا لا، المهم هل التعليم اللي خاص بهاي الكلمة موجود ولا لا، وهذا اللي بيهمني بموضوع الثالوث. هل الكلمة الخاص في الثالوث موجود ومبني على أساس متين في الكتاب المقدس؟ 100% أكيد موجود. المهم ليس الكلمة موجودة ولا لا، لكن التعليم. حتى الأحباء المسلمين لما بعرضوا هذا السؤال، يعني حتى كلمة التوحيد ليست موجودة في القرآن، ولا مزبوط. كلمة الوحدة موجودة في القرآن ولا حتى في الكتاب المقدس، لكن أنه ما نستخدم الكلمة لأنه هي غير موجودة في الكتاب المقدس، أعتقد أنه هذا يعني اعتراض ضعيف شوي.